افتتحت مؤخرا فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته 70 والتي يعرض فيها أكثر من 340 فيلما، 18 منها تتنافس في المسابقة الرسمية على جوائز الدب الذهبي والفضي، والتي تتضمن 16 فيلما يعرض لأول مرة وفيلما وثائقيا. من أبرز حضور نسخة هذا العام النجم البريطاني جيرمي آيرنز رئيس لجنة التحكيم هذا العام، والنجمة الأمريكية سيغورني ويبر وباقي طاقم فيلم ماي سالينجر يير الذي يعرض للمرة الأولى. ويعد هذا المهرجان واحدا من أهم أحداث السينما الدولية، حيث يتم فيه بيع أكثر من 300,000 تذكرة من 20,000 زائر ونجم جاءوا من 22 دولة مختلفة. استيقظ مؤخرا سكان مدينة برشلونة الإسبانية على جدارية مثيرة للجدل تصور لوحة موناليزا الشهيرة وهي ترتدي كمامة وتحمل هاتفا ذكيا كتب عليه موبايل وورلد فيروس. اللوحة هي لفنان جداريات يطلق على نفسه اسم تي بي بوي، وقد قام بالكشف عن هذه اللوحة بالتزامن مع إلغاء معرض MWC ملتقى عالم الهواتف المحمولة الذي كان مقررا في إسبانيا بسبب مخاوف من فيروس كورونا، بعد إعلان عدة شركات كبرى الانسحاب من الفعالية هذا العام وسط مخاوف من تفشي الفيروس القاتل. طلب جندي روسي يدعى دينيس الزواج من حبيبته ألكساندرا بطريقة مبتكرة وسط ترسانة من الدبابات كونت شكل قلب في فيديو حصل على شهرة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي. شارك في هذا الطلب 16 دبابة من طراز T-72B3 في إحدى القواعد العسكرية قرب موسكو، ويظهر الضابط في الفيديو الشهير وهو يمسك يد حبيبته المغصوبة العينين والتي طلب يديها حاملا باقة من الورد الأحمر لتقبل عرضه فورا وسط مشهد جذب الآلاف من المشاهدين. قام مؤخرا الساحر الأمريكي ستيفن برونداج برسم لوحة لوجه لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت الذي توفي مؤخرا بعد تحطيم طائرته الخاصة باستخدام مكعب روبيك. أوضح هذا الشاب الموهوب أن براينت كان مثله الأعلى وقد شهد معظم مبارياته، وعلمه أنه من الممكن تجاوز ما يعتبره الناس صعبا أو مستحيلا. تم صناعة اللوحة من 816 مكعب واستغرقت أكثر من 20 ساعة، ومن المقرر بيعها في مزاد علني سيعود ريعه لضحايا المروحية التي كانت تقل براينت.